والحلاج لما قال أنا الله في الأندلس حكم عليه علماء المسلمين هناك بالإجماع بأنه كافر وقتل على الشرك. قتل الحلاج على الشرك لما قال أنا الله. وأذكر أني جادلت أحدهم في هذا الموضوع فقلت له هذا الحلاج زنديق بدليل أنه كان يقول أنا الله، وعلماء المسلمين في ذلك الزمان وذلك المكان حكموا عليه بالزندقة وبالتالي أحلوا دمه واعتبروه مرتدا وقتل على الردة. فقال لي هذا الذي جادلني، قال ما انتبهت لشيء؟ قلت ما هو؟ قال لما قتلوا الحلاج خرج الدم وكتب على الجدار الله. لما قتل الحلاج منصور الحلاج حسين بن منصور الحلاج يقول خرج الدم على الجدار وكتب الله. فالإنسان موحد لكن أنتم ما تفهمون. يقول فوجدت سبحان الله قبل أن أناظره وجدت كنت قد قرأت كلام لابن تيمية، فهذا الكلام الذي أتى به ليس بجديد وإنما قيل من زمان وقيل لابن تيمية وأجاب عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال هذا دليل على خبثه. لماذا؟ قال لأنه لا يكتب اسم الله بالنجاسات إلا كافر، لأن الدم نجس خاصة الدم المسفوح نجس، فكيف يكتب الله بالنجاسات؟ إذن هذا دليل على كفره وزندقته وخبث طويته.